أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر، هذا هو الأسبوع 13. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 13. كونوا معي. درسنا هو الديمقراطية، ومن المؤكد عزيزي الطالب أننا لنا أهداف في هذا الدرس معرفة مفهوم الديمقراطية والتعددية السياسية وأهميتها. نعرف المصطلحات الديمقراطية التعددية السياسية. دعونا نبدأ. بداية، هو كما يظهر أمامكم أن الأردن يقدم نموذجاً للتعددية السياسية والاحترام القوانين والديمقراطية والحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى بنية اقتصادية حرة ومتحررة. هذا المقطع وهذه الفقرة هي من كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين خلال زيارته للجمعية العسكرية النرويجية في أوسلو يوم 10 نيسان عام 2000. هنا عزيز الطالب، دعونا نفهم ما هي الديمقراطية. الديمقراطية كلمة يونانية تعني حكم الشعب للشعب، والديمقراطية إصطلاحاً هي نظام الحكم. تكون السلطة العليا بيد الشعب الذي يمارس سلطاته بشكل مباشر أو عن طريق مجموعة من الأشخاص يجري انتخابهم لتمثيل الشعب بالاعتماد على عملية انتخابية حرة. المطلوب هو أن نعطي أمثلة على المشاركة الديمقراطية في كل من الأسرة والمدرسة. كيف ذلك؟ في جلسة عائلية مسائية، اقترحت والدتي تغيير مكان السكن، ولكن والدي رفض الفكرة، فاقترحت أختي أن نناقش الموضوع ونستمع إلى آراء جميع أفراد الأسرة. بدأت والدتي بذكر الأسباب للمقترح، ووجهنا إليها عدداً من الأسئلة، أجابت عليها بوضوح، ومن ثم طلب والدي أن يستمع إلى آرائنا، حيث أبدى كل منا رأيه، واقترح أحدنا أن تقوم العائلة بالتصويت، ففاز اقتراح والدتي وقبل والدي به، وهذا يكون قد مارسنا الديمقراطية في منزلنا، فناقشنا الآراء والحجج، واتخذنا قراراً بموافقة الأغلبية. إذن هذه ديمقراطية العائلة، عندما نجتمع سوية ونفكر في موضوع ونتشاور فيه ونذكر الأسباب والحجج، ومن ثم نبدأ بالتصويت. الحوار الآتي بين الأب وابنه والبطاقات التي تليه سنعرف ذلك. في ليلة إجراءات الانتخابات النيابية في الأردن وفي أثناء متابعة الأب وابنه نشرة الأخبار، جرى الحوار الآتي. سأل الابن أباه: ما الهدف من إجراء الانتخابات النيابية؟ تهدف إلى اختيار مجلس النواب، وهذا المجلس يمثلني ويمثلك، أي أنه يمثل الشعب بأكمله. سأل الابن: كيف يمثلني؟ الأب: نحن المواطنين لنا الحق في التصويت في الانتخابات واختيار من يمثلنا، سواء في البلديات أو المجالس النيابية أو مجالس المحافظات أو النقابات أو المجالس، حيث ينقل من نختاره إلى مطالبنا إلى أصحاب القرار. لذلك علينا جميعاً بوصفنا مواطنين ممارسة هذا الحق واختيار الشخص المناسب. هل يمكن أن يؤثر مجلس النواب ومن ننتخبهم في تحقيق مطالبنا؟ الأب يجيب ابنه: طبعاً يا بني، فمجلس النواب يمثل السلطة التشريعية مع مجلس الأعيان. إذن هذا نموذج، وكما يظهر أمامكم، صندوق الاقتراع للانتخابات والتصويت وكيف يصل صوت الشعب إلى الحكومة. وظيفة النواب وضع التشريعات وإعطاء التعديلات والدستورية التي تنظم حياة المجتمع. نحن نرى مجلس النواب يراقبون أداء الحكومة ويحاسبونها إذا قصرت، لهم حق في حجب الثقة عن الحكومة. الأمر، الشعب هو مصدر السلطات، فإذا تقاعسنا عن الانتخابات فقدنا هذا الحق عزيزي الطالب. بعد ذلك سننتقل إلى التعددية السياسية، تعني مشروعية تعدد القوى والجماعات وحقها في التعايش معا، وأن يكون لها الحق في التعبير عن ذاتها، وأن تتاح لها الفرصة للمشاركة في التأثير في صناعة القرار السياسي داخل المجتمع.
بعد ذلك عزيزي الطالب، ننتقل إلى أسئلة المراجعة. أوضح المقصود بالديمقراطية. الفكرة الرئيسة: أبين آليات تفعيل الديمقراطية في الأسرة والمدرسة، أحدد مهام مجلس النواب، أوضح العلاقة بين الدستور الأردني وتعزيز الديمقراطية، غيرها الكثير من الأسئلة التي تعزز معرفتنا في ما درسنا. هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 13. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.